أيضا تقول أنني سمعت أن من قرأ سورة الحشر في كل ليلة ومات من ليلته كان شهيد، ما صحة هذا؟ أفيدونا مشكورين. لا، لم أقف على هذا الحديث في فضل سورة الحشر. وسورة الحشر سورة عظيمة لا شك، تشتمل على أحكام عظيمة وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى في أولها وعلى أسمائه في ختامها، أي سورة عظيمة. تشتمل كذلك على بيان صفة المهاجرين والأنصار وما قدموه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. تشتمل كذلك على التحذير من صفات المنافقين وبيان شرهم ومكائدهم، فهي سورة عظيمة بلا شك، وفيها فضل عظيم كغيرها من سور القرآن العظيم. أما هذا الحديث الذي ذكره السائل قد بحثت عنه فلم أجده. نعم، بارك الله فيكم.